بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا اتكلمنا قبل كده زمان عن البورد الأمريكي في التحاليل الطبية، واتكلمنا عنه از باك جراوند عامة عن تفاصيل معينة فيه، لكن أنا وكنا ذكرنا إن إحنا إزاي نعادل في الموضوع ده، تعادل شهاداتك، لكن أنا المرة دي هتكلم بالتفصيل عن طريقة معادلة شهاداتك الجامعية، وإن أنت تعادلها بالشهادات الأمريكية من جهة معتمدة لدى الـ ACCP. طبعا إحنا هنخش على الويب سايت بتاع الـ ACCP وهنشوف الأول إيه الجهات اللي هي معتمدة، وكنا قلنا قبل كده إن أنت بتختارها من Acceptable Evaluation. بيفتح لي الرابط اللي أنتوا شايفينه قدام حضراتكم ده. الـ PDF ده فيه الجهات اللي هي كـ ACCP معترفة بيها إن يوم ما يجيلهم معادلة لشهادة جامعية خارج أمريكا هما هيعترفوا بيها دايركت طالما هما اللي عدوها. كل دي الجهات اللي هي معتمدة لديهم. طيب طبعا الجهات دي بتختلف من جهة لجهة، يعني في جهة بتقول لك أنا ما عنديش مشكلة، ابعت لي ورقك بالإيميل، اسحبوا لي سكان وابعت لي شهادتك الجامعية وأنا أخد الفيز بتاعة الموضوع ده وأراجع بياناتك وأعادلك لو أنت تصلح تكون معادل للشهادات الأمريكية. في جهات تانية تقول لك لا تبعتوا لي فاكس، في جهات تالتة تقول لك لا ده أنت لازم تبعتوا لي بالبريد وتبعت لي النسخ الأصلية وبعد ما أخلص أرجع لك الشهادات الأصلية بتاعتك تاني ليك على بلدك اللي أنت منها. طيب انا بقى المره دي هتكلم معاكم عن جهه او شركه معينه، يعني الجهه دي بتعادل شهاداتك الجامعيه عن طريق الايميل. الجهه دي اسمها Education Evaluators International، هي دي الشركه اللي احنا هنتكلم عنها. طيب احنا هندوس على الرابط بتاع الشركه دي وهيفتح لنا الويب سايت بتاعهم. تمام، طبعا انت ممكن تخش على الشركه دي دلوقتي خلاص كده دايركت، تبحث على جوجل اكتب بس Education Evaluators International او تكتب الويب سايت، هو يعني سهل educeia.com. طيب دخلنا عليه، بعدين هنختار Instruction and Downloadable Forms، هيفتح لي الصفحه دي من على الموقع بتاعهم، فيها شويه تعليمات لو انت حابب تقراها، لو مش حابب مش وقته دلوقتي هتخش على Click here for Downloadable. طيب هيفتح لي الابليكيشن فورم بتاعهم. اول حاجه عايزه تلاحظها الايميل بتاعهم، اهو الايميل بتاعهم eval@educei. الايميل بتاعهم ده هو اللي انت بعد ما هتملى الابليكيشن ده وتطبعه وتمضيه وتسحبه سكان تاني بي دي اف، لاحظوا بقول بي دي اف، وتسحب شهاداتك الجامعيه مسحوبه سكان بي دي اف، برضه بي دي اف يا جماعه مش صوره، ما تبقاش مسحوبه صوره ولا مصوره بموبايلك، لازم تكون بي دي اف، هتبعتها على الايميل بتاعهم. طيب نبص بقى على الابلكيشن. الابلكيشن فيه شويه معلومات مهمه، اول حاجه طبعا لازم بتكتب بيانات اسمك بالكامل، اللاست وفاميلي نيم والفيرست نيم وهكذا، بتكتب كل بياناتك وبتختار اذا كان انت ميل ولا في ميل، هنا بتكتب رقم تليفونك، هنا بتكتب الايميل ادريس بتاعك. الايميل بتاعك ضروري تتاكد ان انت كاتبه صح وهو الايميل اللي انت بتراسلهم بيه عشان هيردوا عليك ويبعتوا لك الايفالويشن على الايميل بتاعك اللي انت كاتبه هنا. الديت اوف بيرث، تاريخ ميلادك، الكانتري اوف بيرث، البلد اللي انت اتولدت فيها. هنا لو انت محتاج ان هم يبعتوا لك نسخه هارد كوبي من الايفالويشن بتاعك على بلدك، تمام، اند وان هارد كوبي زي ما هو مكتوب قدامكم، بتملى اسمك، تملى عنوانك، وبتحط ايه الرقم البريدي، المدينه والمقاطعه والرقم البريدي بتوعك هنا. طبعا محدش دايما بيحب الهارد كوبي، كله بيحب ان هي تبقى على الايميل لان هي دي الاسرع، لان انت عشان تاخد هارد كوبي بقى لا قصه وحكايه، اولا فيز ازيد من الفيز بتاعت السوفت كوبي، ثانيا طبعا بتبقى بتتبعت لك بالبريد وبتاخد طبعا في البريد مده طويله شويه. طيب هنا بقى بيسألك بيقول لك لو انت كان ايه ليك معاملات سابقة معاهم او انت ترجمت معاهم حاجات او عدلت معاهم حاجات، فبتقول يس او نو، لو كان يس طبعا بتحط رقم الفايل اللي انت عدلته معاهم. هنا بتختار الخدمة اللي انت عايزها منهم. طبعا احنا عندنا في مصر او في الوطن العربي عموما الشهادات بتاعتنا كورس باي كورس، فانت بتعلم على كورس باي كورس، طبعا بيكلفك $150، المعادلة بتاعتهم بتكلفك $150. هنا زي ما قلنا لو انت حبيت تعمل ايه تاخد نسخه كمان اضافيه هارد كوبي، فالفيز اهو بقت كام كده $180. طيب هنا بقى لو انت حابب تترجم شهاداتك الجامعيه، ما هو في بعض الجامعات بتديك الشهاده باللغه العربيه، فبناء عليه هم من هناك في امريكا مش هيقبل اصلا ان هو يعادل لك حاجه مكتوبه باللغه العربيه، لازم تترجمها. طيب اترجمها ازاي؟ لان الجامعه بتديك شهاده اصلا مترجمه،
باللغة الإنجليزية، فيبقى أنت كده قصة وخلصت هنا. ودلوقتي أغلب الجامعات بتعمل كده. طيب لو أنت لا ما معاك الشهادة من الترجمة باللغة الإنجليزية بتعمل إيه؟ كل اللي أنت بتعمله أنت بتروح لأي مركز خدمة معتمد بيترجم لك الشهادة بتاعتك للغة الإنجليزية، أو أخيرا أنت بتراسلهم هم نفسهم، وهم اللي بيترجموا لك الشهادات بتاعتك على بتراسلهم طبعا في الأول قبل الأبلكيشن ده، بتبعت لهم الشهادات بتاعتك على الإيميل بتاعهم وتقول لهم والله أنا عايزكم تترجموني الشهادات دي، فيرد عليك أه هنترجمها لك وهتكلفك كذا، تمام، يبدأ يترجم لك الشهادات بتاعتك ويردها لك تاني في الايميل، وبعدين تملى الابليكيشن وتبعتها مع الشهادات بتاعتك والابليكيشن كله مع بعض، تبعته لهم مرة تاني على الايميل عشان يعدله لك. طيب هنا بقى بتختار طريقة الدفع. طبعا في طريقة ان انت ممكن تبعته لهم شيك او تحويل وقصص كتيرة، لكن اسهل واسرع طريقة هي طريقة الفيزا كارت بتاعتك او الماستر كارد. انت هنا بتتعلم اذا كان فيزا ولا ماستر كارد ولا الاي ام اكس، تمام، او ديسكفر. انا بصراحه ما اعرفش الاي ام اكس او ديسكفر ده ايه، لكن طبعا الفيزا والماستر كارد معروفين. بتكتب هنا الكارد هولدر نيم، اسمك انت اللي مكتوب على الفيزا كارد بتاعتك او الماستر كارد، وهنا الكارد نيم، الكارد نمبر، الرقم بتاعها اللي هو بيبقى 16 رقم او بيبقى 16 رقم تقريبا. وهنا بتحط الاكسباير ديت بتاع الفيزا بتاعتك المفروض تنتهي امتى، وهنا بتحط السي في في اللي هو بيبقوا اخر 3 ارقام على ظهر الفيزا. طب انا ممكن حد يسالني يقول لي طب انا دلوقتي ايه اللي ضمني الناس دي انا هحط لها كده البيانات بتاعتي تبقى سداح مداح العمليه، ممكن يسرقوا مني فلوس، ممكن يعملوا اي حاجه مشكله عندي في الحساب بتاعي؟ اقول لك والله هي دي شركه المفروض ان هي شركه موثوقه وناس كتيره عدلت معاها ومحدش اشتكى منهم انهم سرقوا مني فلوس، فضلا عن كده انهم عمرهم ما يخسروا مصداقيتهم، ولو هم وحشين عمر الاي اس سي بي ما هتحط البيانات بتاعتهم على الويب سايت بتاعهم. واخيرا يعني انت ممكن تستخدم فيزا، اي فيزا تشحنها بالفيزا اللي انت مطلوبه منك مثلا 150 دولار بتشحنها ب 150 دولار وتستخدمها في المعامله دي وخلاص، تمام، يعني ما يبقاش الفيزا عليها فلوس كتير، يعني تعمل فيزا اللي هي الفيزا الالكترونيه بتاعت المعاملات الالكترونيه البنكيه يعني بس وخلاص. طيب بعد كده نخش على بيانات الشهاده بتاعتك اللي انت عايز تعدلها، بتحط النيم اوف الانستتيوشن الجهه اللي انت اتعلمت فيها، بتحط المدينة والكانتري بتاعتك فين، بتقول ان انت درست من سنة كام لسنة كام، بتقول السنة بتاعت التخرج بتاعتك، بتقول الديجري تايتل بتاعك في الكلية اسمه ايه، الديجري تايتل بتاع الكلية اسمه ايه، او الدرجة اللي انت حصلت عليها بكالوريوس في كذا، الديجري تايتل بتاعتك. خلاص هنا بقى شوية معلومات، برضو هنا برضو شوية معلومات حاول ان انت تقراها، الابليكيشن بروسيجر بتاعتك، الايفالويشن بتاعك ده مفيد لايه، الريفاند بتاعك لو انت دلوقتي بعد ما بعت لهم عايز ترجع في كلامك، او انت ما تمتش العمليه ورفضوا ان هم يعادلوك، الفلوس بترجع لك ولا لا، طب لو هترجع لك ترجع لك بنسبه قد ايه، طب لو انت بعت لهم بيانات غلط وحبيت تصححها، طب لو انت بعت لهم اصلا بيانات غلط خالص ومتعمد بتبعت لهم ورق مزور واكتشفوه برضو بيعملوا ايه معاك، والقصص دي كلها. واخيرا هنا بتكتب الديت بتاع الورق ده انت مليته امتى، وبتعمل لها برنت، وبعدين تمضي عليها هنا السيجنتشر بتاعك تحط هنا تمضي بايديك، بعدين تسحبها سكان مره تاني بي دي اف وتبعتها لهم على الايميل بتاعهم مع الشهادات اللي قلنا ان انت بتسحبها بي دي اف. طيب معلومه اخيره، طب يا ترى هو الشهاده دي المعادله اللي انا بعملها، هو انا بعملها عشان خاطر الاي سي سي بي، الاي سي سي بي بس انا بعملها هنا عشان خاطر الجماعه بتوع البورد بتاع الاي سي سي بي؟ لا طبعا، انت بتعملها بتعادل شهادتك بالشهادات الامريكيه عموما، انت بتعمل ايفالويشن لشهاداتك بالشهادات الامريكيه عموما. يعني لو انا دلوقتي عايز احضر ماجستير مثلا في امريكا بيطلب مني ان شهادتي اللي انا البكالوريوس بتاعي لازم يبقى معادل بالشهاده الامريكيه قبل ما يبني عنده، فالمعادله دي بتفيدك ان انت برضو بتبقى شهادتك معادله لامريكا، شهادتك بتبقى معادله لامريكا في اي حاجه عندهم انت عايز تقدم عليها. خلاص هي مش بتبقى حكر ان انت عايزها الاي سي سي بي بس، لا هي بتفيدك انت ممكن تستخدمها في اي حاجه تاني، وخطوه مهمه لاي حد بيفكر ان هو حتى يدرس دراسات عليا عندهم في امريكا او اي خدمه محتاجها من امريكا بالشهاده بتاعته بيطلبوا فيها المعادله بتاعتهم. انا كده اكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.